السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الكرام، أعد لكم بهذا المقطع الجديد من قناتنا. في هذا المقطع أعزائي الكرام سوف نقوم بفتح المنتوج الذي توصلت به من موقع missyok.com، ولكن قبل إكمالكم للمقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة كي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا زيارة الموقع فهو يتضمن العديد من العروض الرهيبة ويتميز أيضا بالشحن السريع المجاني ويقوم كذلك بالشحن لجميع دول العالم. كي لا نطيل عليكم سوف نقوم بفتح المنتوج ورؤية القمصان الذي توصلنا بها. كما ترون هنا نملك قميص اي سي ميلان الخاص بموسم 2006 الذي يأتي مع اسم كاكا، وهنا نجد قميص الأرجنتين الذي يأتينا مع اسم ليونيل ميسي الخاص بالموسم الحالي، وكذلك أيضا قميص ريال مدريد الذي يأتي مع اسم زيدان الخاص بموسم 2006. إن شاء الله سوف نقوم برؤية هذا القميص وسوف نرى بقية القمصان في المقاطع القادمة بإذن الله. سوف أقوم بفتح الكيس أمامكم يا أعزائي. رغم أنني مشجع لنادي برشلونة إلا أنني متشوق لرؤية هذا القميص الرهيب أمامكم. النسخة التي أمامكم يا أعزائي الكرام هي نسخة الأم أو المتوسط التي تأتي أيضا مع شعارات دوري الأبطال. يتميز القميص باللون الأزرق الغامق مع اللوجو المطروز، أيضا هنا نجد لوجو الأديداس مطروز، أيضا نجد أيضا شعار دوري الأبطال. في ذلك الوقت كانت تملك ريال مدريد ما يقارب 9 أبطال، أما حاليا فهم يملكون 15 دوري أبطال. نجد أيضا شعار دوري أبطال آخر، نجد هنا اسم ريال مدريد مطروز من الأسفل، الشركة الإعلانية أيضا ملصقة جيدا بإحكام. وكي لا أطيل الحديث عليكم سوف أترككم مع باقي التفاصيل. إذا كنتم تملكون أي تساؤل قوموا بكتابته في التعليقات وسوف أرد عليكم بإذن الله في أقرب وقت. كان هذا كل ما لدينا في هذا المقطع، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.